الجانب الآخر من الرواية. صندوق النقد يا صندوق، سمو في الشهر مين هيدوق؟ صندوق النقد يا صندوق، سمو في الشهر مين هيدوق؟ يا بني لي بيتي يا صندوق، يا زارع لي غيطي يا صندوق، من غيرك انت عيشك وحيتي. صندوق النقد يا صندوق، علمني اصنع وازرع وارتع لصندوق، وريني فين مصلحتي برطع يا صندوق، علمني اصنع وازرع وارتع لصندوق، وريني فين مصلحتي برطع يا صندوق. الحقني في عرضه قلشني بقرضه، ارتع في بلادنا واعتبرها ارضه. لو عندي نيل كان المواويل، عن زرع ماتت عن أمة تاهت، عن زرع ماتت عن أمة تاهت، مين يزرع لنا غير صندوق؟ لو عندي إيد كان أمحي زيد، وأعيش بكرامة مرفوع الهامة، وأعيش بكرامة مرفوع الهامة، مين يرفع لنا غير صندوق؟ يا معلي داري يا شريكي في أفكاري، يا معلي داري يا شريكي في أفكاري، يا مخطط مستقبلنا ومصادر قراري، يا شايف مصلحتي يا سايبنا كل براحتي، يا جابر ايدي المكسورة يا جايب لبن العصفورة، مين يسقيهولنا غير صندوق؟ نهتف يسقط يسقط ليه يا صندوق؟ فهمنا الحرة بتاكل بيه ايه 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 ايه. يا بحري وغيضة جنبي علينا، يا بحري وغيضة جنبي علينا، يا حاطط ايدك في جيوبنا ومعلم علينا، طبعا هذه الأغنية الرائعة لياسر المناوهلي، كلمات وألحان وتوزيع وغناء، هي يعني عنوان مفهوم المصريين عن صندوق النقد، سواء كان نخبة المصريين ويعني ومفكريهم، أو كان المواطن العادي اللي بيعاني من الاقتصاد المتعثر. أنا أرحب بضيفي أستاذ الكاتب الصحفي الأستاذ عبد اللطيف وهبة، صحفي بجريدة الأهالي ومراسل وكالة بلومبرج الاقتصادية. أهلا بك أستاذ عبد اللطيف. أهلا بحضرتك. خلينا انطلاقا من هذه الصورة عن صندوق النقد والمفهوم العام لدى المصريين عن أن صندوق إذا دخل دولة يعني أفسدها زي مترفيها بالضبط يعني، ففسقوا فيها. خلينا بقى نسأل عن بعثة الصندوق التي جاءت تزور مصر هذه المرة. هل التقليد ده متبع في كلما كانت هناك محاولة لتوقيع قرض ما بين أي حكومة وبين صندوق النقد؟ فكرة البعثة والمقابلات، خصوصا أنه مفروض الحكومات عندها برامج وبتبعت لصندوق النقد مشاريعها وأوراقها، إيه اللي بيستأهل لقاءات وبعثات؟ أولا أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، أن حضرتك أو لو أي مواطن بيتقدم لبنك بيطلب قرض لشيء معين، أكيد البنك هيقول له ليه،
عشان ايه ويدرس احواله مرتبه قد ايه دخله قد ايه يقدر يسدد في قد ايه لان دي ايضا فلوس عملاء. احنا اعضاء في صندوق النقد الدولي لنا حصه في هذا الصندوق يعني كانت في 2011 و2012 $1.6 مليار حصتنا زادت هذه الحصه حتى وصلت الان تقريبا يعني زادت بحجم كبير حوالي 2.8 مليار دولار. كلما زادت الحصة حصتك أو مساهمتك في البنك ده بيديك حافز. دي حصة فعلية؟ دي حصة يعني فعلية انت مشترك فيه مشترك بيها في 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 الصندوق ولما بتيجي تقترض. طب سؤال ساذج ان لو عندي 2.8 احطهم في الصندوق ليه باخدهم واعمل بيهم اللي انا عايزه؟ لا ما انت هتحتاج في وقت من الاوقات انك هتلجأ لاقتراض ضمانه بتبقى موجوده. 1.5 دول كانوا موجودين من فتره قبل يناير 1.6 ونضاف لها من قبل الدعم العربي اللي وصلها ل 2 وصلها ل 2.8 الامارات هي اللي زودت حصتها 2.8 مليار دولار لان ده لما بتيجي تطلب قرض من الصندوق بيشوف حصتك هل يديك 100% هل يديك 200% هل يديك اقصى حد مسموح به. بس الفكرة معانا في الصندوق سيئة سيئة لسبب بسيط جدا. حضرتك يعني الصندوق عننا ولا فكرتنا احنا عن الصندوق؟ فكرتنا احنا عن الصندوق سيئة وده كان امر طبيعي جدا. احنا لم نلجأ للصندوق النقد الدولي رغم مساهمتنا فيه ورغم ان احنا اعضاء فيه منذ تأسيسه الا 3 مرات. حصلنا على قرضين ولم نحصل على الثالث، مرة في عهد السادات ومرتين في عهد الرئيس مبارك. في عهد السادات طلبنا 185 مليون دولار 185.7 وكان هذا يتطلب مجموعة من الإجراءات أو الإصلاحات ودي كان بيفرضها الصندوق في ذلك الوقت. ولعل حضرتك تتذكر تماما أن السادات أو المجموعة الاقتصادية في هذا الوقت خدت مجموعة من الإجراءات القاسية اللي هي 18 و19 يناير ان هي زودت اسعار. القصيه دي مضحكه شويه يا عبد اللطيف. نعم. لانهم زودوا انبوبه البوتاجاز شلت. ما هو شلت. طبعا في الوقت ده المظاهرات كانت بتطلع سيد منع سيد بيه كيلو اللحمه بقى بجنيه. بقى بجنيه. يعني كان رقم رهيب. انا عايز اقول لحضرتك ان زود هو مجموعه من السلع الاساسيه تقريبا بنسبه 50%. قامت 18 و19 يناير وحصل انتفاض وخرج الدكتور عبد المنعم القيسوني قال ان احنا عندنا مجموعه من الاجراءات الصعبه علشان نعالج عجز الموازنه العامه للدوله، العجز في ميزان المدفوعات وخلافه. دي كانت بس الرئيس السادات اوقف الاجراءات دي اوقف هذه الاجراءات بعد المظاهرات. بعد كده احنا تقدمنا في عهد مبارك سنه 91 وده كان برنامج شهير كان بيتضمن بعد اسقاط الديون لا قبل اسقاط الديون قبل اسقاط الديون. تقدمنا للحصول تقريبا على حوالي 375 مليون دولار في 91. اشترط الصندوق مجموعه من الاجراءات اللي انت لازم تعملها لاصلاح هيكل الموازنه العامه لاصلاح الاقتصاد المصري. تتذكر تماما انه كان بدايه الإصلاح في ذلك الوقت هو التخلص من شركات قطاع الأعمال العام، خصخصة الشركات بيعها وخلافه، ولم تكن لدينا الرؤية الاقتصادية الكافية. إذا بتسأل عن ليه الفكرة السيئة عن الصندوق، ما هو ما أنا هقول لحضرتك بس في البداية كانت ليه؟ ما هو جاي دلوقتي برضه بيطلب نفس الطلبات. لا ما أنا طبقا لبرنامج لا ما أنا لا أنا هقول لحضرتك إحنا في هذه المرة احنا اللي تقدمنا للصندوق ولكن ما رحناش ببرنامج في ذلك الوقت اللي هي في 91. كانت هم اللي عملوا البرنامج وانا اتذكر تماما ان انا كنت في ذلك الوقت في امريكا ولما سالت ورحت في صندوق النقد الدولي وسالت ليه الهوجه وليه كذا فقال لك احنا دي مش غلطتنا لان الحكومه المصريه كانت محتاجه فهم جم قالوا انتوا عايزين ايه.
فاحنا قلنا اللي عايزينه، انما هم لو كانوا عندهم برنامج ناقشنا فيه كان من الممكن ان احنا نتوصل الى اتفاق افضل. وطبعا حصل في هذه الازمه ان احنا تخلصنا من شركات قطاع الاعمال العام او الشركات الحكوميه، كان عندنا اكثر من 300 شركه، الان عندنا حوالي 130 شركه يتبعوا 8 شركات قبضه. تقدمنا مره ثانيه في 96 او 97 علشان ناخد حوالي 434 مليون دولار، ولكن الفضل في وقف هذا القرض كان وهو حي يرزق الدكتور كمال الجنزوري. لماذا؟ لأن كانت المرحلة الثانية من إجراءات الإصلاح الاقتصادي كانت قاسية جدا، قاسية لدرجة أن هي وصلت إلى ضرورة تحريك أسعار العيش، إلغاء دعم العيش، ودي طبعا سلعة أساسية بالنسبة للمصريين. ولم نحصل على القرض رغم أن احنا خدنا موافقة عليه، لم نحصل عليه، ولكن كان هناك مبادرة من 19 دولة اللي هي الدول الأغنى في العالم، نادي باريس، كانت بتساند الدول إما بإعادة هيكلة ديونها أو بإسقاط جزء من هذا الدين، واستفدنا من إسقاط الديون. من إسقاط الديون، وما زالت عملية إسقاط الديون مستمرة. يعني ما توقع من الدين هو نادي باريس ده اللي بندفعه دلوقتي. أيوة بالظبط، نادي باريس اللي احنا بندفعه. ثم جاء بعد ذلك فترة تانية كانت بعد ثورة المرة الثالثة عدت بعد ثورة يناير. بعد ثورة يناير 25 يناير احنا كان عندنا فرصة ان احنا ناخد قرض من صندوق النقد الدولي، ولكن كان هيبصوا لظروفك قوي، وفي نفس الوقت احنا كان موقفنا الاقتصادي في بداية الثورة قوي جدا. ففي فارق انك تروح وانت دي طرفة وانت قوي، كان موقفنا ثورة وموقفنا اقتصادي قوي جدا في بداية الثورة. معلش عبد اللطيف، معناه انه الثورة ما قامتش عشان الاقتصاد، الثورة قامت عشان السياسة، علشان حاجات كتيرة جدا، علشان حاجات كتيرة وكرامة انما اللي والمتصورين هم لو صلحوا الاقتصاد لا، يعني القصة قصة سياسة وكرامة قبل قصة اقتصاد. التعبير من مناصر وكالة بلومبرج، احنا بداية ثورة 2011 كان الاقتصاد قوي، اقتصاد كان قوي لان كان عندك كان 36 مليار دولار احتياطي في البنك المركزي. متوقع ان هذا الاحتياطي يتآكل اذا أخذنا في الاعتبار أن تداعيات الثورة ربما تطول. كان في ذلك الوقت فعلا صندوق النقد تقدم بمبادرة، هو اللي تقدم صندوق كان هو اللي وقف جنبك بعد الثورة تقدم، وكان فرحان بيك وفرحان بيك، وكان عندك دول كمان تعهدت وقدمت تعهدات، يمكن دول غربية مش عربية. دول غربية تتذكر ان هم قالوا ايه، هنخصص 24 مليار يورو لكل من تونس ومصر وكذا. كان موقفنا من الممكن لو تفاوضنا في ذلك الوقت موقفك قوي، اقتصادك الى حد ما بس لسه ما بدأش ينهار، عندك 36 مليار دولار. لكن كان المجلس العسكري طبعا ما كانش فيه مؤسسات في الدولة، ما كانش فيه برلمان، لا يريد ان هو برضو يدخل نفسه في مشاكل هتحسب عليه فيما بعد. ولذلك المجلس العسكري، انا عايز اقول لحضرتك ان بعد 25 يناير فعلا الجيش وقف وقفة قوية جدا فيما يتعلق بالخصوص. بتمويل صحيح. بتمويل الموازنة العامة للدولة، لدرجة ان انت كان في وقت من الاوقات احتياطي مثلا البوتاجاز او الغاز عندك ما يكفيش 10 ايام او ما يكفيش يومين في بعض الاحيان. فالجيش يكمل. كان الجيش بيتصل ببعض الدول وبالفعل بيحولوا مراكب بتيجي على مصر، هو يمول ميزانية الجيش وكان بيمول. وده صحيح. بعد كده بدأت التداعيات والآثار تظهر في أولا احتجاجات وإضرابات واعتصامات ومطالبات فئوية واستجابات للمطالبات للمطالب الفئوية، العجز بيزيد، مفيش إنتاج، في نفس الوقت تراجع في السياحة لأن السياح خايفين، تراجع شديد جدا. في هذه الفترة بدأ عندما تولى الدكتور كمال الجنزوري كان هناك تفكير
التفكير باللجوء الى صندوق النقد الدولي. الرجل الذي رفضه في 96 عاد ليطلبه في 2012. بس كانت الموقف كان بالنسبه لنا صعب جدا. خصوصا حل غيره يعني. ان كان برضو الدول حتى العربيه كانت منقسمه على تأييدها. لا كانت متحمسه غير قطر وقتها. بالضبط في ذلك الوقت تقريبا. في حين ان هناك دول كانت تنتظر النتيجه ايه. بعض الدول العربيه. دخلنا في هذه القصة وتقدمت مصر للحصول على 3.2 مليار حكومة دكتور جنزوري دولار. نعم لازلنا مع المجلس العسكري برضه هو ذاته ما كان المجلس العسكري هو, يعني هو رفض هو الأول وطلب السجن وطلب لما شاف بقى أن الأمور بدأت تدخل في مرحلة خطيرة فخلاص لابد من الاستجابة لهذه المطالب. بالفعل مصر عملت مفاوضات وكانت مفاوضات يعني شقة جدا ودخلوا على أساس أنه ممكن يوصلوا إلى اتفاق. ولكن في هذا الوقت يعني برلمان الإخوان رفض. عارض هذا القرض وقالوا ربا. وقالوا طبعا الكلام كان كتير في ذلك الوقت ربا وما ينفعش وإحنا نقدر وإحنا لو مسكنا الحكم هنجيب 200 مليون صحيح. 200 مليار دولار استثمارات خلال السنة الأولى وهكذا. دخلنا في موال كبير جدا. فما كان من أن الجنزوري لما سلم القيادة وطبعا جه هشام أنديل عادوا مرة ثانية للتفاوض على القرض ولكن بصورة أكثر اترفعت من 3.2 إلى 4.8 مليار دولار. كانت حصتنا في ذلك الوقت 1.6 يعني أنت بتاخد حوالي 300% أو 400% من الحصة. وفي هذه الأثناء بقى الشعب هو الذي عارض والأحزاب هي التي عارض. وأتذكر أن مسعود أحمد وكان مديرا لإدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق النقد جه في بعثة إلى القاهرة وفي آخر فترة الدكتور كمال الجنزوري وتحولت مهمته من مهمة اقتصادية إلى مهمة للتوفيق بين الأطراف بين الحكومة وبين البرلمان. ويمكن حضرتك تتذكر أنه قابل بعض القوى السياسية وحيدة كان موافق كان دكتور البرادعي على كل القوى السياسية كانت رافضة كان كل القوى السياسية كانت رافضة موضوع القرض. وأنا عايز أقول لحضرتك للأمانة يا أستاذ إبراهيم وهم لا يزالوا رافضين اللي إيده في المية مش زي اللي إيده في صحيح النهار. ماشي ده بس أقصد إن المبدأ ما كانش يعني معمول علشان خاطر أصل ده الإخوان أصل ده غير الإخوان هم ضد مبدأ صندوق النقد ضد المبدأ السياسية دي. وإحنا بنتكلم لسه على تراث قديم بيقول لنا إنه صندوق النقد يساوي عند المصريين ظروف اقتصادية على حساب المواطن وبيع للقطاع العام وما إلى ذلك. فمن حق القوى السياسية تقول الكلام ده صحيح. ثم دخلنا مع حكومة هشام أنديل تفاوضوا ثم وصلوا إلى توقيع حاجة اسمها ستاف ليفل أجريمنت اللي هو على مستوى الخبراء البعثة اللي جت ووقعوا فعلا 4.8 وحددوا الشرائع. ثم جاءت أزمة الإعلان الدستوري وأحداث الاتحادية وخلافه. ثم قامت ثورة 30 يونيو ودخلنا مرحلة جديدة. احنا امتى انت اول من نشرت يا استاذ لطيف نعم. احنا طلبنا من صندوق النقد والمقدمين والحكومة نفت عندك نعم وكالعادة يعني الحكومة تكذب كما يعني تريد طول الوقت. لكن في المحصلة امتى بدأت حكومة شريف اسماعيل مش شايف انه في فرق كبير بين شريف انديل او شريف اسماعيل يعني خلينا نقول امتى بدأت مطالبة بمفاوضة مع صندوق النقد؟ بدأت المطالبة مع صندوق النقد الدولي اولا لأسباب كثيرة جدا. هناك دول للأمانة دعمت مصر بصورة كبيرة جدا بعد ثورة 30 يونيو صحيح. السعودية صحيح. الإمارات صحيح. الكويت صحيح. ولكن هذه الدول قدمت أموال كثيرة دعمت الموازنة العامة للدولة دعمت مشروعات خدمية مشروعات تنموية تعهدت أيضا بالمزيد. ولكن أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة إن هذه الدول أصبح فيها مؤسسات الآن ما عادتش زي الثمانينات أو التسعينات مش رغبة حاكم لا رغبة الحاكم لابد أن تعرض على مؤسسات الدولة. يمكن مثلا على سبيل المثال في وديعة من الكويت مثلا المفروض بتيجي لحد الآن مثلا هو بيشوف ما وصلتش لأن عندهم برضو مجلس الأمة الكويتي هو
هو اللي بيتحكم في كل حاجة، فما عادش القرار قرار شخص أو الملك أو الحاكم أو الأمير، ولكن لابد أن يعرض على كافة المؤسسات. ثم بدأنا بعد كده إزاي بس في ظروف اقتصادية برضو شديدة الصعوبة بتمر بها دول الخليج ده في الفترة الأخيرة. ويمكن السعودية مثلا على سبيل المثال دخلت في برنامج إصلاح اقتصادي كبير جدا، وهي الدولة الغنية ودولة غنية، وفي نفس الوقت أنا عايز أقول لحضرتك إنها حركت جميع أسعار الخدمات العامة عندها. دي حاجة أكبر عجز موازنة في تاريخ السعودية كان السنة دي بسبب انخفاض برضو أسعار البترول. إذن هذا شكل ضغط عليهم وضغط علينا في أثر نفس علينا ولا شك أثر علينا بلا شك في المنح أو القروض في المنح والقروض لأن في نفس الوقت أصبح هو عايز يقدم لك أموال ولكن في صورة استثمارات استثمارات ياخد منها عائد لأن الوضع عنده ما مش عارف ليه ما عملناش كده بس يعني اختلف وتغير ووضع الدنيا ليه ما عملناش استثمارات لهم ليه ما يعني لكن عموما خلينا نروح للصندوق برضو زيادة الضغوط دي خلت الحكومة تتحرك إمتى للصندوق؟ خلت الحكومة تتحرك أعتقد من بداية 2016 من بداية 2016 وأنا يمكن في أحد الاجتماعات عرفت هذه المعلومة في اجتماعات الصندوق ولا اجتماعات المبادرة؟ لا اجتماعات الحكومة هنا في كود يعني سلوكي كده في الوكالات الأجنبية إن الخبر اللي حضرتك هتنشره أو الرقم ناس هتكسب بيه وناس هتخسر بيه فلازم تكون متأكد يعني 110% مثلا على الوكالات الاقتصادية الأخبارية اللي هو ممكن تقول مصنع هيتباع فممكن أسهمه تحصل شركة هتفلس بالظبط فلازم يبقى كلام دقيق جدا لأنه في بيوت هتتخرب أو بيوت هتعمر والنادي بتخرب هو يعني معلمنا إن اللي هنقوله ده واحد هيكسب واحد هيخسر فلازم يكون الحاجة دقيقة ثانيا من الصعب جدا يا أستاذ إبراهيم إنك تمشي خبر على لسان مسؤول مجهل من الصعب ولكن هو لازم يعرف هو مين المصدر احنا استخدمناه كم مرة قبل كده قالنا مصداقيته يعني على كذا مرة يبقى الراجل ده صادق الراجل ده صادق خلاص نستخدمه وبتبقى على أعلى المستويات وأتذكر في ذلك الوقت إن احنا اتبعنا أخلاقيات برضو إن احنا ما نشرناش احنا بعتنا لمسؤولين البنك المركزي بعتنا لمسؤول وزارة المالية وزارة المالية استجابت وردت قالت ما عندناش فكرة عن هذا الموضوع ثم كان دور البنك المركزي ده كان مالية هاني أدري مش عمرو الجرح ثم كان البنك المسؤولين البنك المركزي ما ردوش لمدة 4 ساعات فاضطروا ان هم ينشروا الستوري في 9 مارس 2016 ان مصر خدت يعني من القيادة السياسية او من اعلى المستويات تصريح ان هي تبدأ مفاوضات مع صندوق النادي الدولي للتفاوض على قرض هذا ما ذكرناه اعلنوا عنه في 28 يوليو والاغرب الفترة دي كان بيحصل ايه؟ الفترة دي كان هناك تفاوض وكان هناك مسؤولين كثيرين من وزارة المالية زاروا صندوق النقد أكثر من مرة بس الميزة في هذا التفاوض الآن إنك أنت اللي عامل البرنامج اللي عايز تمشي عليه البرنامج من عامل البرنامج اللي أنا عايز أمشي عليه اللي أنا عارف إن الصندوق عايزه يعني برضو أنا مش عامل برنامج المستقل الوطني الجبار يعني ويلوم مثلا أنا هأمم ورايح لهم بس في النهاية يمكن حضرتك تشوف الجدل الدائر مسح عن تخفيض الجنيه هنتكلم في المضمون لكن خليني لسه أسأل عن المفاوضات دي على مستوى إيه يعني المفاوضات دي على مستوى الخبراء خبراء اللي هم بيجوا جوه وزارة المالية هم اللي راحوا قعدوا معاهم مفاوضات على مستوى مسؤولين وزارة المالية راحوا واشنطن المالية بس ولا معاهم بيبقى التخطيط مع حد البنك المركزي بيبقى معاهم البنك المركزي ده أساسي يعني هو التوب كمان ومعاه وزير المالية ويمكن حضرتك تتذكر في التعديل الوزاري الأخير بيطلع قرارات جمهورية مكملة أو قرارات رئيس وزارة مكملة أو تفسيرية لبعض المهام يمكن أنا أتذكر كويس أن المهندس شريف إسماعيل طلع قرار قال أن المسؤول عندنا وده بيبقى أمر طبيعي جدا هو محافظ البنك المركزي في صندوق النقد الدولي ومعه وزير المالية أما بالنسبة للبنك الدولي ما هو بيبقى وزير المالية وكأنه النائب وكأنه للتفاوض للتفاوض
بالنسبة للبنك الدولي بتبقى كان موجود في وقت برضو السيد فاروق العقدة وكان حازم ببلاوي كان وزير المالية وقتها في التوقيت اللي كان نائب رئيس الوزراء كان نائب رئيس وزراء وكان رئيس المجموعة الاقتصادية وزير مالية في فترة حكومة الجنزوري في حكومة الجنزوري وبعدين الجنزوري ولا عصام شرف؟ لا في حكومة الجنزوري في حكومة الجنزوري وهو كمان حصل بعض مشاكل كده وتقدم باستقالة وحاجات كده بس يعني المفاوضات بدأت منذ فترة مع الصندوق على مستوى خبراء على مستوى مسؤولين من البنك المركزي ثم وزارة المالية لكن استغلت الاجتماعات اللي هي السنوية ل الصندوق والبنك الدولي اللي هي كانت في منتصف شهر ابريل تقريبا في واشنطن ان هم تقدموا بهذا البرنامج لدراسته وبداوا تقدم البرنامج فعلا؟ طبعا حد ناقش هنا؟ لا لا في اي قوه هنا ناقشته او كده؟ معلش بس طيب ماشي خلينا هنروح مصر الشفافيه ده شيء مهم جدا الا اذا كان في راي اخر ممكن يتقال في هذا السياق خليه يسأل بقى البعثه اللي جت مين البعثه اللي جت الصالات البعثه اللي جت وجت ليه اذا كانوا هم راحوا اتناقشوا واتكلموا وقالوا كل حاجه هناك البعثه اولا برئاسه كريس جارفيس ده مسؤول الشرق الاوسط وشمال افريقيا ده راجل بريطاني خبير اقتصادي خريج اوكسفورد بيعمل في الصندوق منذ فتره طويله تقريبا بقاله 20 سنه البعثه بتيجي ليه بتيجي لانك انت مقدم مؤشرات ان انا عايز مثلا عامل العجز خلال العام المالي الحالي مثلا 9.8% عامل الانفاق العام على مثلا في الموازنة 936 مليار جنيه على بنود كذا وكذا وكذا خدمة الدين مثلا 202 او 293 انا بحاول ان انا استهدف معدل نمو مثلا أكتر من 5% 5.2% بيجي عندي برامج مثلا في الاستثمارات في مجال الاستثمارات العامة خصصت 430 مليار جنيه منها 107 من الحكومة الباقي قطاع خاص منها جزء برضو من المنح والمساعدات وخلافه كل هذه المؤشرات اللي حضرتك بتقدمها مثلا التعامل فيما يتعلق بقضية دعم السلع عموما سواء كان السلع الغذائية دعم المواد البترولية أنا أقلهم يوم الكهرباء بس هو البعثة مكونة من رئيس وكم واحد معها أربعة أربعة المفروض بيقابلوا مين؟ بيقابلوا الوزارات اللي هي مشاركة وبتنفذ البرنامج زي مثلا المالية البنك المركزي ده بصفة أساسية التخطيط التعاون الدولي تقريبا كل الوزارة من الممكن ان هو يقابل أي مسؤول يعني أو أي وزارة هل يشوف في برنامج معلن لمقابلات آخرين في الحكومة؟ لا لا هم ما بيقولوش على المقابلات بتاعتهم ولكن هيكون هناك مقابلات ربما حد في البرلمان مثلا ممكن يقابلوا من حقهم ان يقابلوا البرلمان خصوصا ان anyway القرض لازم تحيله للبرلمان طبقا للدستور اي قروض سواء كان صندوق النقد الدولي او غيره لازم تحيله للبرلمان كل ده سفير مصر كده مش بس الدستور الاخير فلازم ممكن من الممكن لو حبوا يطلبوا ويروحوا يقابلوا البرلمان بيقابلوه عادي يشوفوا ايه يعني الموقف. هل في ضوابط للمقابلات بعثه الصندوق عموما لو في اي دوله يقدر يقابل اي حد عايز يقابل زعيم المعارضه لو في زعيم معارضه يعني او بتاع ولا ممنوع هنا في مصر لازم لا يقول له هيقابل مين لا يقابل مين. لان هو احيانا انا متخيل ان البعثه رغم ان هي جايه تتحقق من اليات تنفيذ البرنامج الوزراء خطه الوزارات لتنفيذ هذا البرنامج مثلا الالتزام به مدى الالتزام به من الممكن في نفس الوقت ان هي تقابل البرلمان تقابل قيادات سياسيه تقابل خلافه يعني احنا بنقول لهم ايه وهم بيردوا علينا بيقولوا لنا ايه هل فعلا في احنا مقدمين برنامج بس يعني برنامج مش هو نفس اللي كان بيطلبه الصندوق من كل دولة تانية وحكومة تانية خلينا بعد الفاصل نحصل على تفاصيل اخرى جديدة في تقنيات عمل صندوق النقد مع مصر وهذه المفاوضات الاستاذ عبد اللطيف وهبة بعد الفاصل باذن الله
إذن عدنا مرة أخرى مفاوضات الصندوق في الجانب الآخر من الرواية. بعثة صندوق النقد في القاهرة تلتقي بمسؤوليها أستاذ عبد اللطيف وهب الصحفي بجد الأهالي ومراسل وكالة بلومبرج الاقتصادية، بيحكي لنا عن تفاصيل هذه المفاوضات. خلينا أقول إيه عنوان المفاوضات الأهم، يعني الناس مقدمين، الحكومة مقدمة الورق من شهر مارس وهم قاريين وجايين، بيسألوا عن إيه بالظبط تحديدا، في إيه مناطق الخلاف أو التفاصيل اللي لسه ما اتحسمتش من بعثة الصندوق، لأنها طالما جت هي ناوية توافق، بس في نقاط تفاصيل عايز تتكلم فيها اللي هي إيه؟ في نقاط يعني فنية جدا بيناقشوا الحكومة فيها. يعني مثلا أما الحكومة تقول أنا عندي برنامج لإصلاح الدعم أو لإعادة هيكلة الدعم على مدار 3 سنوات، هم عايزين عاملينها في الموازنة، هو فعلا عاملينها في الموازنة فعلا. بس انا عايز اقول لحضرتك يمكن برامج اصلاح الدعم دي رغم ان احنا خدناها من موازنة 14-15 هي استمرت في مجال واحد بس، الكهرباء. طبعا المواد البترولية احنا حركنا سعرها مرة واحدة لو حضرتك تتذكر، حركناها للأعلى في 2014. ربما الحكومة كانت أجلت عمليات يعني استمرار هذا البرنامج فيما يتعلق بالمواد البترولية لسبب بسيط جدا، وهو يعني جات من عند ربنا انخفاض الأسعار العالمية للبترول، بدليل ان احنا كنا بنحط في الموازنة 103 مليار دعم مواد بترولية، تاني سنة خفضناها ل 61 مليار جنيه، السنة دي 16-17 احنا خلناها 35 مليار جنيه. ولكن رغم ذلك انت بتيجي بقى البعثة هنا تقول لك ايه، انت عملت دعم المواد البترولية 35 مليار جنيه، طيب ما هو الموقف لو وانت في نفس الوقت حاطط تقديرات مسبب سعر 40 حاطط لا حاطط تقديرات ايوه بالظبط في الموازنة ان البرميل تقريبا 40، ما هو الموقف لو بقى 47؟ هيبقى 60 كمان لا هو التوقعات بيقول يعني ممكن نخلص 2016 على 48-49 يفضل في 40 ما يزيدش عن كده يعني. فبيبدا في التفاصيل الفنيه، الموازنه شغاله السبعه اللي جاي تقديرات البنك الدولي، بس بقول لك على الموازنه شغاله السبعه اللي جاي لسبعه الجاي مش لديسمبر، ما هو بس يجي يقول لك التقديرات هم عندهم تقديرات سنه، ولا ما بيسال بقى بيجاوب الحكومه تقول ايه، بيسال الحكومه انت هتعملي ايه في هذا الفارق، فتبدا الحكومه تفكر في تقول مثلا انا عندي تعاقدات بالنسبه لمواد بتروليه على مدار 5 سنين على مدار 5 سنين، ده حصل احنا موقعين مع على السعر القديم على السعر القديم، وبس بيبقى في الاتفاق يا استاذ ابراهيم برضو هامش للتحريك علشان برضو ما تظلمش لان ما حدش بيديك تعاقدات مستقبليه بهذه الصوره. انت عارف البترول في بورصات عالميه من الصبح ممكن تلاقيه مرتفع فانت بتيجي في نص الاتفاق مع السعوديه اكيد في بند هو المراجعه الدوريه وليكن كل سنه مثلا انك تحركه بهامش مع الصندوق توصل يعني ده لازم فالتحريك ده لازم تقول انا هقدر اسد قد ايه، اقدر ممكن من خلال مثلا ان انا عندي اكتشافات بتروليه دلوقتي حضرتك بتقول انه انا عامل اتفاقات 5 سنين جايه فيها الهامش اللي قلنا عليه وقلت السعوديه، هل هو الاتفاق دي مع السعوديه ولا الاتفاق مع السعوديه ب 22 مليار دولار على مدار 5 سنوات بتامن لك احتياجاتك. هذا الاتفاق بدا من شهر مايو الماضي، بناخد ده مش قرض يا جماعه، ده شراء وبيع بناخد منها منذ مايو الماضي ما قيمته 700 مليون دولار من اجمالي قد ايه، احنا بنستورد شهريا حوالي مليار دولار، يعني انت ال 300 الباقيين اللي انت بتتصرف فيهم وتقدر تجيب من بره. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه أستاذ إبراهيم بالنسبة مثلا لدعم أمور أخرى زي مثلا السلع الغذائية على سبيل المثال، ودي زادت نقط فنية في الموازنة، زادت في الموازنة زادت من 32 ل 42 ثم جاء قرار الرئيس بسبب التضخم وارتفاع الأسعار انه زود 20% على دعم فرق 4 46 بقى من 15 جنيه للمواطن 18 جنيه، دي سمعت 4 مليار
تقريبا قالوا 2.5 مليار جنيه. تكلفنا 2.5 يعني بتزودهم عليهم. بيجي الصندوق برضو يشوف طب انت الدعم ده انت عندك بطاقات تمويليه قد ايه في الدعم. تخيل يا استاذ ابراهيم احنا عندنا ما يقرب من 78 مليون مواطن مسجلين بياخدوا دعم. مجنون رسمي. هل يعني يعقل في دوله فيها ازمه اقتصاديه وفيها ازمات اقتصاديه وفيها فقر وفيها كذا وفيها كذا ان 78 مليون مواطن من 90 بياخدوا دعم؟ التعبئه والاحصاء بتقول لنا الجهاز المركزي الدولي اصلا ان 77% من الاسر الموسره بياخدوا عندها بطاقه تمويل. طب انا هقول لحضرتك بس هو كمان الجهاز التعبئه والاحصاء بيقول لنا انه اعتماد المصريين على السلع التموينيه المدعومه من خلال بطاقه التموين يساوي 6.8% فقط من احتياجاتهم الشهريه. يعني حتى ده مش يعني عامل 7% من احتياجاته في الشهر يعني انت بتشتري من البقال بقى ومن خارج بطاقه التموين 93% من احتياجاتك. 93 بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. هناك دراسات اخرى ان اغنى 20% من السكان في مصر بيحصلوا على 80% من الدعم. ما تلاقي ده باين في الطاقه مش باين في باين في الطاقه وباين في اشياء اخرى كتيره في الدعم. واخد بال حضرتك؟ اذا بيجي برضو لازم انت في وقت من الاوقات انت عملت حركه ذكيه فتحت البطاقات لكل كل واحد عايز بموجب مستنداته على النت كمبيوتر وهكذا اصبح عندك داتا تقدر تفصل فيها وتقدر تحقق فيها. احنا شفنا كميه فساد في موضوع بطاقه التموين ده مرعبه جدا والكروت الذكيه يعني شيء برضو لما تضبط فسادها هتلاقي نفسك بتعمل ضبط للصرف والانفاق. بيجي يسالك على استاذ ابراهيم مثلا فيما يتعلق بالاعتمادات في الموازنة لأي سلعة مثلا البترول على سبيل المثال يقول لك لو زاد دولار يكلفك في الموازنة العامة للدولة يعني عبء عليك في دعم وشراء مواد بترولية حوالي 1.5 مليار جنيه سنويا دولار واحد. طيب يجي السبعة بقى في سبعة ما انت بتقعد تشوف ده حاجة. فانت لازم يكون عندك تصور بالنسبة ليه ده في المفاوضات والنقاشات في المفاوضات برد عليه يقول له انا ما كدولة انا عندي عقود 5 سنين اولا انت في حاجات ايضا في نفس الوقت انا متاكد ان مصر لو توصلت الى اتفاق نهائي فيما يتعلق بقرض الصندوق النقد الدولي اعتقد انها ممكن تاخد سنه اولى والسنه الثانيه وممكن ما تاخدش الثالثه. هو هيحتاج يعني ممكن ما تحتاجش. لا بس هم عايزين ياخدوا صندوق النقد عشان ياخدوا البنك الدولي ياخدوا بقيه برضه المؤسسات الماليه. بس هي الميزه في صندوق النقد ايه يا استاذ ابراهيم؟ الميزه انك والله بس الناس ما بتسمعش الكلام ده. الميزه ان انت بتدي رساله انت عندك للمستثمرين في الخارج ان يجوا يستثمروا. هيجي يستثمر ازاي؟ ما انا هقول لحضرتك هيجي يستثمر هو ما بيلاقيك دخلت في شراكه او في علاقه مع صندوق النقد الدولي يعرف ان عندك برنامج اصلاحي يعرف ان انت في خطه هتصلح مناخ الاستثمار هتصلح العمله. بس هو انا التزامي بالبرنامج بقى وصرامتي في تنفيذه وكفاءتي في تنفيذه دي قصه ثانيه. ما شوف اتفاقك مع صندوق النقد يرجع الى مهاره المفاوض المصري. ما ينفعش انك تروح ترضخ لكل شيء. ولذلك انا مثلا قابلت النهارده المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء ما يتعلق بالجنيه قال لي هم ما طلبوش مننا. بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. احنا يبدو ان لدينا سياسه جديده فيما يتعلق بسعر الصرف. يبدو كل المؤشرات بتقول كده. هتبقى نابعه من عندك البعض هيقول ان هي حاجات من عندي دي يا استاذ ابو لطيف برضه محتاجه نظر من عندي. ما هي دي بناء على اللي هيوافق عليه صندوق النقد. من عندك من عندك بمعنى ايه؟ ما عنديش ابداع خاص بيا. بس انا عايز اقول لحضرتك من عندك يعني ايه يا استاذ ابراهيم؟ يعني انت كنت متوقع في وقت من الاوقات انك ستلجا الى صندوق النقد الدولي فبدات تاخد بعض الاجراءات التمهيديه. صحيح 100%. واحنا عندنا مشكله يعني النيه لصندوق النقد من قبل مارس واضح من قبل مارس واحنا بنعمل الموازنه السنه اللي فاتت. بص انا عايز منذ انهيار اسعار البترول وهو اصبح دول الخليج برضو عليها اعباء دي انقذتنا فعلا. ما هو برضو انهيار اسعار البترول ده خلت انت بقدرتك نزلت مستوى الدعم من 100 وكذا في الدعم الطاقه ل 60 باين ولا يعني من 60 ل 35 من 60 ل 35 دي انقذت يعني وفرت عليك انهيار اسعار البترول. انت عارف انها في 70 مليار يعني وفرت علينا السنه اللي فاتت في السنه الماليه المنتهيه وفرت كتير جدا. ما كناش متوقعينه. لو ما كانش
حصل ده كمان كان ايه؟ لا كانت ازمه. مصر عامله ازاي؟ ازمه لاننا احنا يا استاذ ابراهيم بنستهلك 84 مليون، اكتر من 84 مليون طن سنويا من المواد البتروليه. احنا انتاجنا ك 40 مليون طن. فمن كرم ربنا الكبير والفائض على كونه انه البترول اسعاره نزلت، والا كان هيبقى السنتين اللي فاتوا دول سنتين في منتهى الصعوبة يعني. بس خلي بال حضرتك هناك توقعات ان في 2017 ينتفض مرة تانية لان كل الدول وقفت استثماراتها في مجال البترول لعدم الجدوى الاقتصادية. في منصات كتيرة في العالم وقفت. اخر سؤال هنا استاذ عبد اللطيف، ما الذي كان يفعله الدكتور حازم البلاوي اليوم في هذه الجلسات والاجتماعات؟ الدكتور حازم البلاوي اصبح هو ممثل مصر والمجموعه العربيه في صندوق النقد الدولي، فبيحضر بهذه منتخبا من المجموعه العربيه من المجموعه العربيه من الدول العربيه. هو نفس الدور اللي كان بيقوم به الدكتور عبد الشكور شعلان، هو مسك مكانه واصبح ممثل مصر، ولابد ان يحضر مثل هذه المفاوضات. والممثل ده له دور في الشراكة في القرار ولا مجرد ممثل حاضر؟ لا هو متابع مراقب. هو يعني ملوش دور في القرار فيما يتعلق بالدولة، ولكن هو يعتبر سفير الدول العربية في قلب صندوق النقد الدولي، وأثناء المناقشات وبيحضر والجولات وهكذا. فده هيبقى سفير والمحامي بإذن الله. أستاذ عبد اللطيف بشكرك جدا. شكرا. أشكركم وألتقي بكم بعد الفاصل بإذن الله.